السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الإخبارية والتي نستهلها بأبرز الأحداث التي حدثت على الساحة الليبية، حيث كشف موقع ذا درايف الأمريكي المختص بشؤون العسكرية يوم الأحد أن روسيا أرسلت ما لا يقل عن 14 طائرة مقاتلة إلى ليبيا بعد نشر ميليشيا حفتر مقاطع مصورة لمناورة عسكرية بالذخائر الحية قبل عدة أيام. الموقع وفي تقرير له أوضح أن الفيديو الذي نشرته ميليشيات مجرم الحرب حفتر دليل آخر يؤكد صحة المعلومات التي كشفتها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم بشأن وجود مرتزقة روس يشغلون طائرة سيخوي في ليبيا، بالإضافة إلى ظهور مروحيات روسية الصنع أيضا من طراز ميغ 24 في المناورات التي قامت بها الميليشيات. من جهة أخرى، استنكر المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد جنونو يوم الأحد هدم منازل المواطنين بمدينة أوباري من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر. جنونو في تصريح له أبدى استغرابه إزاء صمت البعثة الأممية في ليبيا على خرق وقف إطلاق النار من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر، مضيفا أن هدم المنازل بمدينة أوباري جريمة يجب أن توثق لملاحقة من نفذها وأمر بتنفيذها. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوض عملية السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. بومبيو عبر تغريدة له لفت إلى أن بلاده فرضت عقوبات على ميليشيا الكانيات وأميرها محمد الكاني لارتكابهم جرائم ضد المدنيين في مدينة ترهونة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف من كندا الناشط الحقوقي علي حمزة. سيد علي أرحب بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. نعم، بداية سيد علي، برأيك هل سيتم تنفيذ العقوبات على مرتكبي جرائم المقابر الجماعية والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين، أم أن العقوبات ستكون شكلية كالمطالبة بتسليم محمود الورفلي؟ العقوبات يعني هذه فرص متاحة أمام المسؤولين الليبيين على جميع المستويات أن يتابعوا يعني هذه الواجبات، واجبات أن تتحول الإجراءات ضد المجرمين الذين يرتكبون جرائم يعني واسعة النطاق مثل جرائم المقابر الجماعية في قنفودة، أن تتحول إلى عقوبات حقيقية. فحقيقة المجتمع الدولي يعني لم يسبق المسؤولين الليبيين. نعم. التخاذل الذي يسير من المجتمع الدولي قد يكون لانعكاس إهمال المسؤولين الليبيين، وهذا ما ينبغي تصحيحه في الدرجة الأولى. نعم. يعني البعض يقول بأن الحكومة الأمريكية الآن عازمة على تطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم. ماذا عن مجرم الحرب حفتر؟ هل سيتم إدراج اسمه في قائمة العقوبات وتطبيقها عليه بصفته مواطنا أمريكيا، أم أن تطبيق العقوبة الآن عليه مستبعد؟ هو الآن يعني لو تتواصل مع الخارجية الأمريكية، لو يتواصل المسؤولون الليبيون مع الخارجية الأمريكية عندهم حوادث يعني جسيمة جداً، والأمريكيون كانوا عليها من الشهداء. عندك الآن يعني المقابر الجماعية، والخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية تقول هذه الجرائم البشعة، نحن نريد أن نشارك الشعب الليبي ونتعاطف مع الشعب الليبي ونريد أن نأخذ بعض الإجراءات، نحن أحيانا لدينا قيم، هكذا تقول الحكومة الأمريكية الآن. فعلى المسؤولين الليبيين، وأثمن الدور الإيجابي الذي يحاول أن يقوم به السيد مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة السيد طاهر السني، الذي تحدث عن ضرورة أخذ إجراءات ضد جرائم الحرب. ينبغي الآن التواصل مع الإدارة الأمريكية، هم كانوا كذلك الشهداء على مجزرة الأبيار، وأصدروا بيان في نوفمبر 2016
على مجزرة الأبيار التي تتعلق ب 36 مواطن. فنطلب من الإدارة الأمريكية ما هي الإجراءات التي قاموا بها على تلك المجزرة التي كانوا هم عليها شهداء، وكانوا كذلك أصدروا بيان مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بخصوص الورفلي، ويعلموا أن الورفلي حل طريق في بنغازي، ويعلموا أن الخطف والقتل وأهالي الشرق يعني تحت حكم الدكتاتورية وتحت حكم الاختطاف والقتل. فيسأل كذلك، فعلى المسؤولين الليبيين أن يرفعوا هذه الملفات وأن يقدموها أمام المجتمع الدولي، وأن لا يستحوا بالقيام بواجبهم. وكذلك الآن ترى الحوار الليبي الليبي وصناعة مستقبل ليبيا ينبغي أن يكون للعدالة جزء من هذا الشيء. الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية نفذت عقوبة 355 مليون دولار على حكومة فقيرة، الحكومة السودانية، ربما لأن بعض السودانيين شاركوا في الاعتداءات على سفارتين أمريكيات في أفريقيا. دولة فقيرة تجبر على 355 مليون دولار العشر الأيام التي مضت. وأنت عندك مقابر جماعية وعندك إعدامات جماعية. بالحديث عن المقابر الجماعية سيد علي، بالحديث عن المقابر الجماعية، هل تعتقد بأن المؤسسات الحقوقية في ليبيا سواء التابعة للحكومة أم حتى الخاصة قامت بواجبها تجاه مرتكبي جرائم المقابر الجماعية والجرائم المرتكبة ضد المدنيين؟ الجميع مقصر ما دام لم ينفي المجرم الحرب حفتر، والمجرمين مع حفتر، والكانيات والورفلي والمرتزقة والدول الداعمة، الحكومة الفرنسية والحكومة الإماراتية ومن أعطى الطيران المسير، ما دام لم يعاقبوا هؤلاء جميعا فنحن جميعا مقصرين، ونحن لن نحافظ على الحياة ولن نحافظ على الأطفال ولن نحافظ على النساء إن لم نعاقب من قتلهم، وإن لم نعاقب من ردمهم في المقابر الجماعية. إن لم نقوم بهذه الأشياء فإننا لسنا صادقين، ولن يحترمنا المجتمع الدولي حتى نقوم بواجبنا للمحافظة على أهلنا وعلى بلادنا ومعاقبة المجرمين. نعم، شكرا لك السيد علي حمزة الناشط الحقوقي، كنت معي عبر الهاتف من كندا، شكرا جزيلا لك. قال مسؤول في وزارة الخارجية المغربية إن الجولة الرابعة من مباحثات مجلسي الأعلى للدولة والنواب الليبيين ستنطلق اليوم الاثنين في دولة المغرب بمدينة طنجة. وأوضح المسؤول في تصريحاته لوكالة الأناضول أن الجلسة ستناقش معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وتطورات المشهد الليبي، بالإضافة إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشارك أعضاء من مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس بهذه الجولة. أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاثنين التزامه بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي بتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 من شهر ديسمبر من العام القادم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية برئاسة رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وبحضور المدير العام للمفوضية وعدد من المسؤولين بالمفوضية، حيث أكد السايح خلال الاجتماع أن المفوضية تنتهج مبدأ الشفافية في إجراءات أوجه صرف المبالغ المخصصة لها واتخاذ كافة التدابير اللازمة. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله الأحد إن المؤسسة قامت بالاحتفاظ بأموال المبيعات في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي. صنعالله وفي كلمة له حول إيرادات مبيعات النفط أوضح أنه سيقوم بتجميد الإيرادات وفق القانون إلى حين إجراء إصلاحات في سياسة المصرف المركزي. حسابات سيادية للمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي اللي موجود في ليبيا، مش في طرابلس، مش برلمان ليبيا. هذه ملاحظة أولى. لماذا؟ نقفنا طبعا كثير من الإقفالات اللي صارت، خاصة الأخيرة كان فيه هناك يعني مشاعر من الغبن بالناس، الأموال هذه الأموال أين تذهب؟ المؤسسة النفط حذرت في السابق قالت أين تذهب هذه الأموال؟ وكانت المؤسسة النفط هي الجهاز الوحيد اللي تصدى للإقفالات كلها.
واخذت على عاتقها تحمل هذه المسؤوليه في ظل للاسف الشديد غياب كل الجهات في الدوله. فيش حد يتصدى للاقفالات. نزلنا اكثر من 150 بيان واكثر من 7-8 تسجيلات فيديو انا درتها شخصيا، تحدثنا فيها على مشاكل النفط وعلى مشاكل الاغلاقات وغيرها. لكن كان دائما في يعني في حجج من بعض المقفلين بان السبب اين تذهب هذه الاموال. والمؤسسه النفط ايضا هي يعني كانت يعني تسال اين ذهبت هذه الاموال. اتذكر جيدا يوم 26 يوليو 2016 يعني من حوالي 4 سنوات ونصف تحدثت في نفس العمليه، انا قلت اين الاموال تذهب؟ ما كانش حقيقه في شفافيه من المصرف المركزي لوضع اين تذهب هذه الاموال. أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الأحد مدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير إدارة الصيدلية إلى محكمة سوق الجمعة الجزئية. وأفاد قسم التحقيقات أن مدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير إدارة الصيدلية متهمان بالإهمال في أداء الواجبات المكالة إليهم، حيث أحال قسم التحقيقات رئيس قسم التشغيل بصبراتة ومشغلي محطة فشلو 220 لمحكمة باب بن غشير الجزئية بتهمة إساءة استعمال السلطة. في ظل التحشيد المستمر لميليشيات حفتر والمرتزقة الأجانب في سرت والجفرة، لا تزال البعثة الأممية تواصل غض الطرف عن هذه الخروقات التي ترتكبها الميليشيات، حيث أكدت البعثة على وجود توافق كبير على خريطة الطريق بملتقى الحوار من جميع المشاركين، وأن جميع الأطراف أصبحت تميل للحل السلمي. فلماذا تصر البعثة في الاستمرار بهذه الحوارات رغم التحشيد العسكري من قبل الميليشيات؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد هذا التقرير. ملتقى الحوار نجح في تدليل 70% من صعوبات الحل في ليبيا، هذا ما أعلنت عنه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز حول الحوار الذي ترعاه من خلال 75 شخصية مرشحة من عندها، لا يعلم المواطن من أين جاءت بها، كما لا يعلم أي 70% تتحدث عنها المبعوثة الأممية. في حين لا تزال التحشيدات العسكرية وقوات الفاغنر تقيم الخنادق، كما تصرح قيادات في ميليشيات حفتر عن سهولة تطويق الحكومة حين دخولها سرت. وقد أكدت العديد من الأطراف السياسية الليبية أنها لم تكن ممثلة في الحوار، كما رفض المشاركون بالحوار مقترحا بعدم ترشح شخصيات ثبت فشلها خلال السنين الماضية، ووصلت بالحالة الليبية إلى المقابر الجماعية والمدن المدمرة واقتصاد على شفا جرف يوشك أن يسقط في مستنقع الديون الدولية. وفي لقاء صحفي موجز قالت ويليامز إنه سيتم إنجاز خارطة طريق للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا في ديسمبر المقبل، وهو ما وصفه المحللون بالوعود المضللة التي درجت الأمم المتحدة على مثلها طيلة الأعوام العجاف الماضية. وفي ظل الشد والجذب بين سياسة القيم التي يناظر من أجلها الوطنيون والذين استبعدت البعثة معظمهم من حواراتها، وسياسة المصالح التي يقفز من خلالها متسول المناصب على أعتاب البعثة، أمهلت البعثة المشاركين بالحوار حتى يوم الأحد الماضي لإنجاز ما جمعوا من أجله. ويرى بعض المحللين أن هناك مخططاً يدور في تونس لم يدع المتحاورون إلا لتمريره، ويطالب البعض بإرجاع الأمر إلى المواطن من خلال انتخابات بدلاً من تكرار مآسي الماضي القريب. وفي ظل هذا التسارع في الأحداث والاتهامات بوجود رشاوى عرضت على المشاركين، يظل السؤال
إلى أي النماذج التي عهدت عن الأمم المتحدة تسير إليها البلاد؟ مجددا أهلا بكم. نفتح حلقة النقاش في هذه التغطية وأرحب بضيفي عبر سكايب من طرابلس المحلل السياسي إسماعيل أرويحة، وكذلك عبر استديوهاتي من مدينة مصراتة مروان الدركاش. أرحب بكم ضيفي. أبدأ معك أستاذ إسماعيل، بداية يعني هل كان المجتمع الدولي والبعثة لتدعو للحوار ما إذا كانت نجحت ميليشيات مجرم الحرب حفتر في الدخول إلى العاصمة طرابلس؟ بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك أستاذ صفي ولضيفك ولكل متابعي قناة تناصح. نعم. الحقيقة يعني المتتبع للمشهد الليبي يعني لا يخفى عليه الحقيقة الانحياز الكبير التي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لصالح طرف على طرف آخر. رأينا بعثة الأمم المتحدة إبان العدوان على طرابلس، يعني كانت الأحياء السكنية المكتظة بالسكان تقصف بصواريخ الهاون وتقصف بصواريخ الجراد، وكذلك كانت المستشفيات يعني يتم رجمها براجمات الصواريخ ولم تحرك ساكن. فقط الذي أسعف العاصمة وأسعف الثورة وأسعف المدنيين الذين كانوا يعني يدخلون ويلات تلك الحرب اللعينة هو الدعم التركي فقط. يعني اليوم ما تقوم به الحقيقة يعني من جهد بعثة الأمم المتحدة هو يعني تلفه الشبهة الحقيقة بشكل كبير، لأنه إذا ما تمعنا في الخارطة السياسية والألية التي تشتغل بها بعثة الأمم المتحدة الحقيقة نلحظ أنها يعني تنفذ مبادرة عقيلة صالح بعد فشل العدوان على طرابلس. يعني عندما فشل العدوان على طرابلس وخرج حفتر وطلب من يعني الناس في المنطقة الشرقية أن يفوضوه، وبعدها بيومين أنه قال يعني قبل التفويض وكذا، خرج عقيلة صالح بمبادرة، وكانت المبادرة الحقيقة لو يعني لو رجعنا إلى بنودها لرأينا الكثير منها اليوم تطرحها بعثة الأمم المتحدة. يعني وهذا يؤكد وكذلك يعني إعلان القاهرة، يعني ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة اليوم هو مشابه إلى حد كبير يعني البنود التي ركزت عليها مبادرة يعني عقيلة صالح وإعلان القاهرة. فهذا يعني يبرهن للجميع أن ما عجز حفتر عن تحقيقه بالسلاح وبالمرتزقة وبالدعم الخارجي اليوم يعني تقدمه له بعثة الأمم المتحدة على يعني فراش أو بساط يعني سهل حتى كي يحقق يعني المشروع الذي نصب عليه. نعم. هل من الممكن أن يرضى الليبيون بعقيلة صالح كرئيس أو كرئيس للمجلس الرئاسي المقترح؟ أنا يعني السؤال هذا لو وجه لأنصار الكرامة في المنطقة الغربية، طبعا نعلم أن أنصار هذا التنظيم خاصة بعد العدوان على طرابلس يعني شبه تلاشى يعني واقتنعوا أن هذا المشروع هو مشروع يعني ظلامي ومشروع استبدادي، فبالتالي تخلوا عنه. فلو يعني عملنا استبيان للمواطنين حتى في المنطقة الغربية لنجد أن غالبية المواطنين على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم يرفضون هذه الشخصية الحقيقة الجدلية التي يعني كانت جزء كبير من المأساة الإنسانية التي حدثت في العاصمة طرابلس، ويعني الحقيقة يعني الذين تمناه ويتمناه أغلب الليبيين هو مقاضاة هذا الرجل عقيلة صالح
لما تسبب فيه من فوضى ومن جرائم ومن يعني احتقان من بين أبناء الشعب الليبي، لا أن يتقلد منصب يعني سياسي كهذا المنصب، منصب يعني رئيس المجلس الرئاسي، فهذا أعتقد أنه مرفوض ولن يمر، وسوف إذا ما أصروا عليه أو صرت عليه البعثة و يعني تنظيم الكرامة سوف يفشل بكل التأكيد الجهود التي تسعى الأمم المتحدة يعني لتحقيقها. نعم، ابقى معي أستاذ إسماعيل حتى أرحب بضيفي عبر استديوهاتنا من مدينة مصراتة المحلل السياسي مروان أدرقاش. سيد مروان، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. نعم، بداية يعني سيد مروان، المصالحة الوطنية من أهم واجبات المجلس الرئاسي الجديد، هل ستساعده آلية اتخاذ القرار في ذلك؟ المصالحة الوطنية لها آليات لكي تتحقق هذه المصالحة. من أهم هذه الآليات هي إقرار العدالة الانتقالية التي في هذه في هذا المبدأ يجبر الضرر، ويعني يتم تقديم من ارتكبوا جرائم في حق الليبيين إلى القضاء. فهل سيستطيع المجلس الرئاسي الجديد أن يحقق العدالة الانتقالية ويجازي المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، ولا زالت جرائمهم حتى هذه اللحظة تحصد الأرواح؟ يعني بالأمس كان هناك طفل عمره 10 سنوات قضى بفعل انفجار لغم في منطقة عين زارة. هذه الجرائم التي ستبقى حتى بعد أن يتولى الرئاسي الجديد، إذا تم التوصل إلى رئاسي جديد، هل سيقدم هؤلاء المجرمون إلى القضاء؟ وكيف سيقدم هؤلاء المجرمون إلى القضاء إذا كان أحد هؤلاء المجرمين سيكون عضو في المجلس الرئاسي أو ربما يكون رئيس المجلس الرئاسي الجديد؟ لا أعتقد بأن هذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى مصالحة وطنية بين الليبيين، ولا يمكن أن تؤدي إلى انتهاء الحروب وانتهاء البغضاء وانتهاء الاقتتال بين الليبيين، أو ربما تؤدي إلى استقرار، لأن الاستقرار إن لم يدعم بسيادة القانون وبرد الحقوق وب يعني تثبيت سياسة عدم الإفلات من العقاب، فأن هذا الاستقرار سيكون استقرار مشوه، أيضا لن يكون استقرار دائم، وهذا الاستقرار الذي لا توجد حتى قوة لدعمه، قوة لدعمه نتيجة وجود انتشار الميليشيات في كلا الطرفين وانتشار السلاح، ويعني لجوء كل طرف أو ميليشيات كل طرف إلى استخدام القوة ل يعني الحصول على ما يريدون. إذن لا أعتقد بأن هذا المبدأ أو هذه القيمة سوف تتحقق بمجرد حوار بين 75 شخص يجتمعون في تونس لاختيار مجلس رئاسي بذكرك للجنة الـ75 أستاذ مروان، أكثر الشخصيات الجدلية. نعم، في ليبيا. نعم، بذكرك للجنة. نعم، الـ75 يعني سيتم اختيار 3 مرشحين عن كل إقليم، ويتم اختيارهم من قبل لجنة الـ75، يعني ألا يعد ذلك تجاوزا لفكرة ربما لفكرة البلاد الموحدة وتغليبا لفكرة المحاصصة برأيك؟ نعم، يعني لا مفر من المحاصصة، لأن ليبيا تم يعني زرع هذه الفكرة الآن في يعني أفكار الليبيين، بدأت هذه الفكرة تترسخ طيلة سنوات بعد سنة 2014 بعد الحرب الأولى، حرب فجر ليبيا، بدأت تترسخ هذه الفكرة، فكرة الجهوية وفكرة تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم. نعلم أن هذا كان مطلب لبعض الفيدراليين في المنطقة الشرقية، ولكن الآن نحن على يقين بأن هذا المطلب وهذه الفئة التي كانت تطالب بهذا المطلب في المنطقة الشرقية أن وراءها أجندات ووراءها قوة غربية وأجنبية كانت تدفع بهذا الاتجاه، وهي الآن توظف كل النزاعات والخلافات بين أبناء الوطن واحد لتجدير هذه الفكرة أو تجدير هذا التوجه
والغرض من هذا الأمر هو رعاية المصالح الغربية أو الأجنبية. نعرف جيدا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. نعتذر عن هذا الخلل الفني الخارج عن الاراده. ارحب بضيفي مره اخرى عبر استديوهاتنا من مدينه مصراته المحلل السياسي مروان الدركاش. مرحبا بك استاذ مروان مره اخرى. مرحبا اهلا وسهلا بك. نعم استكمالا لما قلت تحدثنا يعني قبل أن نخرج إلى فاصل عن فكرة المحاصصة وتغليبها عن فكرة أو تغليبها على الكفاءة، لو تتفضل وتكمل ما كنت تقول. نعم يعني أنا كنت أتحدث عن يعني الأشخاص الذي سيتم اختيارهم للمجلس الرئاسي من بين شخصيات بالفعل كانت محرضة على الاقتتال بين الليبيين، وبالرغم أن البعثة وضعت أحد الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المترشحين للمناصب العليا سواء كان في المجلس الرئاسي أو في رئاسة الحكومة أو في مصرف ليبيا المركزي أو غيرها من المناصب، أن يكون ممن لم يتورط في أي دعم للاقتتال في الليبيين أو لم يكن محرضا على الاقتتال بين الليبيين. بينما عندما نتفاجأ بالمرشحين لمثل هذه المناصب نشاهد أمثال عقيلة صالح. عقيلة صالح من أكبر المحرضين على سفك دماء الليبيين، يعني أعطى الشرعية لعملية غزو طرابلس. إذا يعني قفزنا على العمليات العسكرية الأخرى التي جرت منذ عملية انطلاق عملية الكرامة في المنطقة الشرقية، ثم غزوها لجدابية ومنطقة الهلال النفطي، ثم غزوها للجفرة وجنوب الليبي، كل هذه الجرائم، ثم نأتي أيضا لغزو طرابلس وكيف كان عقيلة صالح هو الداعم الأول والأخير لميليشيات حفتر وهي تقاتل ويمدها بكل أنواع الدعم السياسي والمالي والقبلي. ثم نشاهد هذا الشخص يعني من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، فأين هو ذلك الشرط الذي وضعته البعثة الأممية في كون أن المترشح يجب أن لا يكون ممن حرضوا على الاقتتال بين الليبيين؟ ومثل عقيلة صالح أيضا هناك أسماء أخرى كانت داعمة للاقتتال وللاحتراب وللاعتداء على الآمنين في طرابلس. إذا يعني كل ما تروج له البعثة الأممية من أن هذا الحوار الموجود في تونس الغرض منه فعلا الوصول إلى المصالحة الوطنية وتثبيت المصالحة الوطنية هي ادعاءات باطلة وكاذبة وأوهام تريد أن تعلق بها الليبيين أكثر من أن تتحقق على الواقع. نعم ابقى معي سيد مروان حتى أعود إلى ضيفي الأستاذ إسماعيل رويحة. أستاذ إسماعيل، يعني البعض يقول أن من يمثل حكومة الوفاق لا مشكلة لديه في تنصيب عقيلة صالح كرئيس للمجلس الرئاسي، لكن يعني ماذا لو كانت الترشيحات على عكس ما يريد مجرم الحرب حفتر؟ كيف سيكون المشهد آنذاك في ذاك الوقت؟ طبعا هذه يعني من السلبيات التي يعني تدور حول حكومة الوفاق الحقيقة، التي يعني كان اختيار رئيسها ليس بوفق يعني آلية ديمقراطية بالنسبة للمتحاورين في الصخيرات في ذلك الوقت سنة 2015. كان اختيار الشخصية التي هي الآن على يعني هرم المجلس الرئاسي هي باختيار المبعوث الأممي في ذلك الوقت، وبالتالي لا يستطيع هذا المسؤول الحقيقة أن يخرج عن عباءة بعثة الأمم المتحدة. هي سوف تفصل الحل الذي تراه مناسب، ولن يعني نجد معارضة من قبل المجلس الرئاسي، فقط من يعارض الحقيقة
يعني الشخصيات الجدلية كعقيلة صالح مثلا لتولي هذا المنصب، هم يعني التيار الثورة والذين يعني تصدوا إلى العدوان، عدوان على طرابلس فقط. يعني هو هذا يعني ما. نعم. هل هناك ضمانات لألا تطول المرحلة الانتقالية الجديدة؟ إقدام الأمم أو بعثة الأمم المتحدة يعني على اختيار 45 شخص، 75 شخصية، يعني كما قلنا ما يقارب ثلثينهم اللي هو 49 شخص ليس لهم أي صفة، فقط يعني كما قلنا ربما في مداخلة سابق هم وفق معايير اتبعتها ستيفاني ويليامز لوحدها. هذا يعني بهذه المجموعة يعني تخلق بعثة الأمم المتحدة جسم آخر موازي للأجسام الموجودة الحالية التي يعني التي يتم انتخابها من قبل الشعب. نحن لا ندافع عنها، نعرف أن هذه الأجسام الحقيقة هي سبب كبير فيما نحن فيه الآن، ولكن ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة من اختيار أشخاص غير معنيين الحقيقة هذا يزيد الطين بلة. كان من المفترض على بعثة الأمم المتحدة إن كانت هي بالفعل ساعية إلى إيجاد تسوية حقيقية كانت استدعت الأطراف المسؤولة، أو على الأقل هناك يعني استحقاق دستوري كان ينتظره الحقيقة الليبيين عندما انتخبوا لجنة الستين، وعندما انتهت هذه اللجنة من إعداد مسودة الدستور يفترض على بعثة الأمم المتحدة أن تنفذ وتشرف على هذا الاستحقاق وأن تضغط على هذه الأجسام سواء مجلس النواب ومجلس الدولة لوضع آلية يعني توافقية لسن قانون الانتخاب أو لسن قانون عفوا الاستفتاء على مشروع الدستور. نعم. لتنادي حتى يكون قاعدة أساسية للانطلاق في بناء الدولة، لا أن ندخل في مرحلة انتقالية أخرى وخلق جسم موازي ليس له أي سند شعبي، وبالتالي يعني ربما يخرج الأمر عن يعني عن إرادة أو حتى بعثة الأمم المتحدة، ويعني تصبح البلاد في الفوضى. هنا الحقيقة يقع المسؤولية على عاتق الجيش الوطني التابع لحكومة الوفاق، عليه ألا يأبه. نعم. لهذه الحوارات التي هي فيها جزء كبير مضيع على الوقت الحقيقة، ويجب عليه أن يعد نفسه ويعني يبحث عن أسباب القوة التي تمكنه مجابهة أي عدوان ربما. ابقى معي سيد إسماعيل. نعم نعم، ابقى معي حتى أعود إلى ضيفي السيد مروان. سيد مروان، يعني في هذا الوقت بالذات هل ترى أن هناك علاقة أو هل يمكن ربط الصراع الحاصل بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس محافظ أو محافظ مصرف ليبيا المركزي وبين الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية؟ طبعا هناك علاقة وثيقة بين هذا التشاحن الذي يحدث الآن ما بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط و محافظ مصرف ليبيا المركزي، هو في إطار السعي كلا الشخصيتين أن يكون في التشكيلة الجديدة للمناصب العليا. ربما يكون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أكثر طموحا لأن يكون أو يستمر في منصبه كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط، لأن محافظ مصرف ليبيا المركزي هناك استياء كبير من كلا الطرفين تجاه هذا المحافظ، وإمكانية تغييره أصبحت ربما يعني خرجت من مسألة الجدال وأصبحت واقع لا يمكن يعني استبعاده. أما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فهو يسعى إلى البقاء والاستمرار عبر دعم مطالب القوى الأجنبية بتجميد إيرادات النفط حتى لا تستطيع حكومة الوفاق أن تستفيد منها في دعم قواتها على الجبهة القتال،
ويعني هناك تململ الآن من قوات الوفاق الموجودة في جبهة بوغرين أن حتى كميات التمويل بدأت تتناقص، وقد يأتي يوم لا يوجد فيه تمويل، يعني نتيجة تناقص إمدادات الأموال من مصرف ليبيا المركزي نتيجة أن إيرادات النفط الآن لا تدخل إلى حساب مصرف ليبيا المركزي. إذن مصطفى صنع الله يسعى للبقاء كرئيس المؤسسة الوطنية للنفط عبر محاولة يعني استرضاء الطرفين، يتكلم عن ما فعله الصديق الكبير ويتجاهل ما فعله علي الحبري من طوام كبرى، يعني طباعة مليارات الدينارات في روسيا، يعني مصادرة أموال المركزي الموجودة في فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، لكن وأيضا لكن في المقابل الديون التي وصلت في المقابل يرى البعض بأن هذا الصراع ربما سيسبب أزمة اقتصادية، ونرى الآن يعني حتى ارتفاعا في سعر العملة الأجنبية، وربما هذا يعني البعض منهم يقول أن هذا سيساعد في إنجاح وتمرير هذا الحوار، ربما حتى لمساعدة العملية الاقتصادية وإنشاطها في البلاد. ما سبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلوح الآن في الأفق وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟ ليس الصراع ما بين مصطفى صنع الله وما بين الصديق الكبير، بل بسبب القرار الأمريكي والقرار الأمم المتحدة بتجميد إيرادات النفط وعدم إيداعها في حسابات المصرف ليبيا المركزي. هذا هو السبب الرئيسي وليس الحرب ما بين مصطفى صنع الله وصديق كبير، إذ أنه قانونا لا يملك مصطفى صنع الله أن يتصرف في إيرادات النفط. إيرادات النفط يتم إيداعها في المصرف الليبي الخارجي الذي يعني يديره مصرف ليبيا المركزي، يعني مصرف ليبيا المصرف الليبي الخارجي هو أحد المؤسسات التي يديرها مصرف ليبيا المركزي، وكان بإمكان المحافظ صديق الكبير وهو أيضا رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي أن يقوم ب يعني الاستفادة من إيرادات النفط التي تودع في حسابات هذا المصرف، ولكن لأن هناك قرار دولي بتجميد هذه الإيرادات وليس قرار مصطفى صنع الله، هو قرار دولي، ولكن مصطفى صنع الله يعطي في المبررات الآن أمام الشعب الليبي وأنه يقول أنا الذي جمدت الإيرادات وليس المجتمع الدولي. الحقيقة أن من جمد الإيرادات هو المجتمع الدولي، هي إرادة دولية، وهذا الأمر تكلمت عليه رئيسة البعثة من في السابق. ما هو السبب لتجميد الإيرادات؟ هناك سببين. السبب الأول هو قطع حبل الإمداد على قوات الوفاق التي الآن يعني يتم تجهيزها بإضعافها للحرب القادمة. الحرب القادمة نرى حفتر يتقوى ويأتي بالسلاح والروس يدعمون ويأتون بالطائرات، في الجانب الآخر حكومة الوفاق الآن يتم قطع الشريان الذي يغذي هذه القوات عبر إيقاف ضخ الإيرادات في حسابات مصرف ليبيا المركزي. السبب الثاني هو الضغط على الليبيين للقبول بأي صيغة يتم الاتفاق عليها في اجتماعات 75 أو أي صيغة تفرضها بعثة الأمم المتحدة على هؤلاء المجتمعين في تونس. طبعا الوضع الاقتصادي استعمل في 2014 وفي 2015 ولإرغام الليبيين على القبول باتفاق الصخيرات. الآن هذه نفس الظروف تستعمل تستعمل للضغط على الليبيين للرضا بما سوف يتم إقراره في تونس. نعم. في أقل من دقيقة سيد مروان، إلى أين يتجه المشهد الليبي الآن برأيك؟ المشهد الليبي يتجه نحو مزيد من التأزم في نظري. هذا الحوار الذي يقال بأنه المطلوب منه حل الأزمة في ليبيا لن يحل الأزمة في ليبيا، بل سيزيد من عمق الأزمة في ليبيا وسيزيد من عمق الخلاف في ليبيا وذهاب الاستقرار والفوضى. أعتقد أن المجتمع الدولي الآن أو القوة الدولية تعمل على تهيئة ليبيا إلى الحرب القادمة. الحرب القادمة سوف يتقوى حفتر أكثر مما كان عليه في السابق،
وبالنسبة لجانب الوفاق ستنزع منه الشرعية لأن هناك مجلس سياسي جديد ربما سيكون رئيسه أحد الموالين لحفتر، ولذلك سوف ينزع الشرعية عن المعاهدة الليبية التركية ونفقد الحليف الوحيد لنا في أي حرب قادمة. أيضا سوف ينزع مصرف ليبيا المركزي من هذه الحكومة وتصبح يعني غير قادرة على مواجهة حرب قادمة. يعني أحذر مما سينتج عنه حوار تونس لأنه بالفعل يؤسس أو يجهز لمعركة قادمة ستكون اليد الطولة فيها. نعم. لخليفة حفتر. نعم. نعم شكرا لك سيد مروان الدرقاش. أعود إلى الأستاذ إسماعيل رويحة. أستاذ إسماعيل، أيضا في أقل من دقيقة إلى أين يتجه المشهد الليبي في نظرك؟ فقط أقل من دقيقة، يعني مصداقا لما قاله أستاذ مروان، وعندما قال أن هناك قرار دولي بمنع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط أن تصل إلى المصرف الليبي المركزي، لا، هو لا توجد إرادة دولية. الإرادة الدولية متمثلة في قرارات تصدر عن يعني مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ما حدث ربما هو يعني تنفيذ أو ما قام به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله هو تنفيذ لرغبات بعض الأطراف الدولية التي لا تريد أو لا تريد الاستقرار لليبيا، أو أنها الحقيقة تنسج ربما تصالح، مش تصالح، ربما تنشز عملية سياسية فيها الكثير الحقيقة من الغموض الذي يستهدف الثورة ويدعم الثورة المضادة. خلاصة الكلام، نستطيع أن نقول أن اللجان سواء كانت الاقتصادية التي انبثقت عن مؤتمر برلين، سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، بعد هذا القرار الذي أقدم عليه صنع الله يعني بمنع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط من الوصول إلى المصرف الليبي المركزي وتدهور سعر صرف الدينار الليبي حتى وصل أو تجاوز 7 دينار ليبي، وما نشاهده اليوم من يعني تحشيد عسكري ودعم إماراتي ودعم روسي لمعسكر الكرامة، والمناورات الأخيرة التي قام بها حفتر في الأيام القليلة الماضية هي دليل على أننا نحن لازلنا في نقطة الصفر ولم نخطو أي خطوة، ويعني كنا نتوقع أن تسير هذه المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بشكل متوازي، ولكن يبدو أننا نحن الآن يعني في نقطة الصفر، وربما المفاوضات السياسية قد تسحب البساط السياسي التي تتمتع به حكومة الوفاق. نعم شكرا لك أستاذ إسماعيل أرويحة المحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من العاصمة طرابلس، وكذلك عبر استديوهاتنا من مدينة مصراتة المحلل السياسي مروان الدرقاش. شكرا لكما ضيفي، كما أشكر أعزائي المتابعين لمتابعة هذه الحلقة. حتى يتسنى لنا اللقاء في وقت آخر، نلتقي أو لا نلتقي، كلمة تعرف بمرور الوقت وتقاس بمرور الزمن. حتى ألتقيكم في أوقات أخرى، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.